أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بالعناوين. نبدأ صدانا من الهيئة أن السلطات الحكومية تستغل مسرحية الانتخابات لتهجير سكان منطقة البكرية غرب بغداد. عرب الجديد جاء فيه العراق أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات يصعدون بالمنطقة الخضراء. ونتصفح في الزمان، منع سفر العراقيين عبر رحلات تركية إلى بيلاروسيا إثر اتهامات بتوجيه المهاجرين لأوروبا. أما القدس العربي جاء فيه المجتمع الدولي يهدد بفرض عقوبات على من يعرقلون الانتخابات في ليبيا. نطالع في الشرق الأوسط، إيران تتمسك بإبعاد قدراتها الدفاعية عن المحادثات النووية. إندبندنت عربية جاء فيها مقرر من الأمم المتحدة، الحكومة اللبنانية تخذل شعبها. وفي الجزيرة نت، كورونا وضع وبائي مقلق جدا في 10 دول أوروبية وإغلاق جزئي في هولندا. نبدأ من صحيفة البصائر، تخبطت البنتاغون وهي تتحدث عن استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء التي تتحكم بها سفارة واشنطن لدى حكومة بغداد. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن تلك الحادثة ظهرت وكأنها تأخذ أكبر من حجمها في المشهد العراقي في الأيام القليلة الماضية، مقارنة بما يجري في محافظة ديالى التي تشهد هي الأخرى جرائم ضد الإنسانية تطال مئات العائلات التي باتت بلا مأوى وهي تترقب مستقبلا مجهولا. رغم كل القرائن التي ترقى إلى دلائل تشير إلى تورط ميليشيات مرتبطة بإيران بإرسال طائرة مسيرة على منزل الكاظمي لتهديده وإيصال رسائل أكثر وضوحاً من الاعتصامات المهددة باقتحام المنطقة الخضراء، فإن واشنطن ما تزال تؤكد على أن رعايتها العملية السياسية يقتضي المحافظة على الميليشيات وإبقائها في المشهد حاضرة وبقوة لتحقيق جملة من المكاسب الوقتية من جهة، والحفاظ على وتيرة اللعب مع إيران دون تطورات قد تفضي إلى إجبارها على تغيير المزيد من الخطط من جهة أخرى. والمكاسب التي تبتغيها واشنطن من عدم اتهام الميليشيات مباشرة باستهداف رجلها في بغداد على صعيدين، السياسي منهما يدور حول شكل الحكومة المقبلة التي تريد تفصيلها على النمط ذاته الذي ارتدته سابقاتها. أما الصعيد الأمني فهو يتلخص في إبقاء ملف الإرهاب فعالاً ليكون شماعة تتخذ بسببها العديد من الإجراءات والخطوات في سياق مشاريع التغيير الديموغرافي والانتقام من حواضن المقاومة العراقية الأصلية، تحسباً لمستقبل قريب أو بعيد قد تتغير فيه كثير من المعادلات. وهذا يقتضي المحافظة على وجود الميليشيات، فتظهر واشنطن وهي تمنح طهران شيئاً من مستحقاتها في ضوء اتفاقية التخادم بينهما، ثم لتتفرغ الولايات المتحدة إلى تنفيذ مهمات أخرى ذات مديات أبعد دون أن يعيقها شيء. الكاتب يشير إلى أن رغبة اللاعبين الدوليين والإقليميين في المشهد العراقي تبدو ميالة إلى تجديد ولايات أخرى لمصطفى الكاظمي، في وقت لا ترغب واشنطن ولا من في دائرتها بإسقاط الطرف الآخر الرابض خارج أسوار الخضراء والذي يعبث بالأمن والسياسة والاقتصاد، لأن تجربة التوافق في الانتقال نحو المرحلة الأخرى تؤتي أكلها كل مرة كما يرغب اللاعبون. ننتقل وإياكم إلى صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية ومقال لديفيد غاردنر بعنوان مستقبل العراق على المحك. الكاتب يرى أن الهجوم بطائرات مسيرة على منزل مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء
أمر صادم ومثير للدهشة في نفس الوقت، وينذر بعواقب وخيمة على الأوضاع في العراق كله. الكاتب يرى أنه على الرغم من أن اغتيال كبار السياسيين أمر شائع في العراق أو الشرق الأوسط، فإن الرد على محاولة القتل هذه يمكن أن يؤدي إلى فشل الدولة أو كسرها. ويقول الكاتب إنه يجب أولاً التفكير في الجناة، ويضيف أنه وفقاً لمسؤولين عراقيين فإن ميليشيات موالية لإيران نفذت محاولة الاغتيال، وعلى وجه التحديد عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، وهم الآن أقوى وكلاء طهران. ويقول إن محاولة الاغتيال تأتي في أعقاب نوبة غضب سياسية مذهلة بعد أن مني تحالف الفتح الذي يمثل الحشد الشعبي الموالي لإيران بتراجع كبير في البرلمان الجديد في انتخابات الشهر الماضي، حيث خسر ثلثي مقاعده ورفض بصوت عال قبول نتيجة. ويقول الكاتب إن مقتدى الصدر منافس الحشد الشعبي منذ فترة طويلة جاء في المرتبة الأولى. ويشير الكاتب إلى أن ميليشيات الحشد حققت نجاحاً جيداً بعد تمدد تنظيم داعش في العراق في عام 2014. ويقول الكاتب إن الكاظم الذي تولى منصب رئيس الوزراء بعد تظاهرات تشرين حاول جاهداً إخضاع الحشد الشعبي للانضباط الحكومي، لكنه لم يفلح في ذلك. الكاتب يضيف أن الميليشيات المدعومة من إيران أخذت زمام المبادرة في قمع تظاهرات تشرين بعنف، وأدى ذلك بالإضافة إلى الغضب الواسع النطاق من خروجهم على القانون إلى انخفاض كبير في الأصوات التي حصلوا عليها، لكن وجودهم المدجج بالسلاح بقي على الأرض. حين يتحدث مقتدى الصدر عن خططه لتشكيل حكومة أغلبية في العراق، فإنه كمن يهدد أتباع إيران بعزلهم في دائرة المعارضة، بكل ما يعنيه ذلك العزل من حرمان من الهيمنة على مصير الدولة العراقية ومن المشاركة في الاستيلاء المفتوح على مواردها المالية. فاروق يوسف يقول في صحيفة النهار العربي إن تصريحات الصدر لا تمثل إلا نوعاً من محاولة التشفي بهزيمة خصومه من الذين يعرف أنهم لا يطيقون سماع اسمه. على المستوى الواقعي فإن الصدر لن يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية إلا إذا تحالف مع الأكراد والسنة. الطرفان من جهتهما لا يسعيان إلى إغضاب القوى التي يرغب الصدر في إلقائها خارج حلبة الحكم المباشر، وخاصة تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري. لا أحد يفكر في مواجهة إيران أو ارتكاب خطأ محرج يدخل في إطار التعارض لمصالحها في العراق. وإذا ما عرفنا أن القوائم الفائزة يقودها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي تربطه علاقات وطيدة بإيران من خلال نور المالكي، كما أن الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يفضلان أن تكون علاقتهما بإيران طيبة دفعاً لأي تفكير مرتاب، فإن الصدر لن يتمكن من جذب الطرفين إلى تشكيل تحالف برلماني يكون في إمكانه أن يشكل حكومة أغلبية وطنية كما يصفها. في المقابل فإن القوى السياسية التي دخلت في متاهة التشكيك بنزاهة الانتخابات والتي عدت خسارتها نوعاً من المؤامرة التي دبرت في الخارج لا تنظر بيأس إلى مستقبلها في السلطة، رغم شعورها بأنها لن تكون الأقوى كما كانت دائماً. هناك معادلات تغيرت هي انعكاس لتغير المزاج العراقي، إما أن تتفاعل إيجابياً معها فتربح ما تربحه، أو ترفضها فتخسر كل شيء. الكاتب يرى أن فكرة أن يكون المرء إصلاحياً بطريقة مقتدى الصدر مثلاً تعني أنه سيعمل على أن يحسن من صورة النظام السياسي القائم، فهو ليس عدوه بل كان ولا يزال جزءاً منه. وإذا ما كان الصدر قد مثل في بعض أحواله دور المتمرد المعارض، فإن مصالحه في الدولة ظلت مصانة ولم تمس، ودوائره الاقتصادية استمرت في جباية ضرائبها من الوزارات التابعة لتياره.
لم يعد المواطن العراقي بعد الأحداث المتكررة في السنوات الماضية واستمرار شلال الدم بين أبناء العراق في مختلف مكوناته، لم يعد يصدق أكذوبة التغيير الانتخابية بعد أن غرسها السياسيون في ذهن بعض العراقيين كوسيلة للتجديد والتغيير. مسار العلي ترى في صحيفة الميثاق الوطني أن ما رسمته اللوحة الانتخابية الأخيرة ونسبة المشاركة التي لم تتجاوز 19% أظهرت مدى رفض الشعب لهذه الانتخابات التي لم تشهد تغييراً ملموساً يقنع الناخب بأن هناك نقطة من التغيير. نعم، لقد فشلت الانتخابات العراقية بالتغيير المنتظر، لقد فشلت بتحقيق أحلام العراقي الذي يعاني من الظلم والفقر والعوز في بلد هو كنز النفط. نسبة المشاركة بالانتخابات لم تأتي بجديد أو تغيير ملموس في أرض الواقع، لأن الأساس في الانتخاب كان لنصرة القبيلة أو الطائفية أو مكون ما أو من اشترى الأصوات بالمال، وهذا يعد فشلاً ذريعاً. ومع وجود هذه المسببات بفوز فئات مخصص لها الفوز بهذه النسب المتوقعة، إلا أن الانتصار الحقيقي للشعب المقاطع لهذه العملية الانتخابية رغم الآلام والجراح التي يعانيها المواطن، إلا أنه لم يكن يثق بأكذوبة التغيير وممارسة الانتخاب التي تعد حقاً من حقوق الإنسان وهو اختيار من يحكمه. وقد أثبت الشعب المقاطع للعالم أنه رافض رفضاً باتاً لهذه الأكاذيب السياسية التي يمارسونها في العراق، وأن الوعي الفكري والإدراك الحقيقي لما يجول في العراق أصبح يدركه ملايين من المواطنين. وستشهد السنوات القادمة والعمليات السياسية القادمة فشلاً أكبر بالساحة السياسية العراقية، وليشهد العالم على الرفض والفشل للنظام السياسي في العراق الذي لم يقدم للعراق سوى الحزن والظلم والفقر وفقدان الأمن والشعور باليأس وفقدان الثقة بالأنظمة الحاكمة. وبحسب الكاتبة، فإن هذه المرحلة الابتدائية لبناء الوعي السياسي بين أفراد المجتمع ليعلم أن صوته أمانة، يجب أن يختار الشخص المناسب لتمثيله كي يلبي متطلبات الحياة الكريمة للفرد العراقي. عن أزمة المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، كتب فاتح عبد السلام مقالاً في صحيفة الزمان قال فيه: إن الحكومة في بغداد والسلطات في كردستان العراق قد فشلت في التعاطي مع هذه الأزمة. وأضاف الكاتب أن الحال يشير إلى تأخر كبير في التعاطي مع مشكلة عظيمة تستنزف طاقات البلد منذ سنوات، بل تدين الوضع السياسي برمته. لم يدرس أحد في العراق قضية المهاجرين الذين تجاوز عددهم الملايين في 18 سنة من زاوية كونها قضية أمن وطني، بل لعلها أهم قضية من قضايا الأمن، ولا تحصل إلا في البلدان المنكوبة والتي تعيش تخلخلاً أمنياً واضحاً، حكومة بعد حكومة، والعراقيون الشباب منهم خاصة ليس أمام عيونهم هدف سوى الهجرة، ما استطاعوا إليها سبيلاً. لا برامج حقيقية لاستيعاب الشباب في توظيف حقيقي إنتاجي وليس استهلاكيا تضخميا أو وهميا أو من خلال إرسالهم وقودا لحروب الداخل والخارج مقابل لقيمات العيش. الحل ليس بمخاطبة الدول الأوروبية التي تستضيف اللاجئين وربما تقبل اندماجهم لاحقا بالضغط على حكوماتها لترحيلهم بعد أن فقدوا كل شيء في رحلات العذاب، وباتت إعادة ترحيلهم إلى العراق عملية عقابية تتناقض مع أبسط حقوق الإنسان. الحل في منع الهجرة قبل أن تحدث من خلال التفكير بتوطين الشباب في أعمال واندماج حقيقي في فعاليات مجتمعهم، لكن هذا الحل لا توجد ملامح أولى لتحقيقه في ظل حكومات لم تفكر يوما في أن استنزاف الشباب أمام عيونها بهذه السهولة بعد سنوات طويلة من التعليم والتنشئة إنما هو خرق أكيد في منظومة الأمن القومي. ويختتم الكاتب بالقول: إننا نرى المسؤولين في العراق لا يزالون يرقعون الأوضاع كلما انفجرت
وتردد خلالها اسم العراق دوليا، وحين تخمد الأزمة ينسون جذر المشكلة. الحرب اليمنية التي تدور منذ عدة أعوام بين الحكومة الشرعية مدعومة بالتحالف العربي والحوثيين الذين تساندهم إيران ليست عبثية كما صار يتردد على ألسنة بعض السياسيين وفي بعض وسائل الإعلام. بشير البكر يرى في صحيفة العرب الجديد أن أقل ما يمكن أن يوصف به هذا الحكم أنه سطحي، غير أنه مدروس ويصدر عن جهات هدفها تحميل الطرف الأول مسؤولية الحرب وإظهار الطرف الثاني معتدى عليه وهو يدافع عن نفسه. في هذا التشخيص تجاوز لأسباب الحرب وتجهيل للطرف الذي باشرها وتغطية على الأهداف المتوخاة منها، والملاحظ أن هذه النغمة بدأت تتصاعد منذ حوالي عام بعد أن فشل الهجوم الحوثي الكبير في الاستيلاء على محافظة مأرب الاستراتيجية، أهم معاقل الشرعية في شمال اليمن، والتي ستشكل المنعطف في هذه الحرب التي تدور منذ 7 أعوام. الحرب فجرها الحوثيون بالزحف على صنعاء والسيطرة عليها وإسقاط الحكومة الشرعية في أيلول عام 2014، ولأنهم فشلوا في السيطرة على الجنوب واندحروا باتجاه صنعاء، تحالفوا مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومن ثم انقلبوا عليه وقتلوه في 4 من كانون الأول 2017. وبعد صولات وجولات تبين أن من يدير هذه الحرب ليس الطرف الحوثي وحده، وفي الأعوام الأخيرة صار واضحا أن القدرات القتالية والأسلحة الموجودة في أرض المعركة تتجاوز إمكانيات الحوثيين ومن التحق بهم من قوات الدولة اليمنية سابقا، خصوصا أنهم أخذوا في السنوات الأخيرة يفقدون التعاطف الذي كانوا يحظون به من بعض الأوساط. واكتشف الشارع اليمني أن المظلومية الحوثية باتت مشروعا يتجاوز البلد من أجل توظيف اليمن في النزاع مع السعودية بهدف تحقيق أهداف إيران وأطماعها في منطقة الخليج العربي، مثل ما حصل في لبنان والعراق وسوريا. الكاتب يرى أنه حين تضع هذه الحرب أوزارها سوف تظهر حقيقتها أكثر، ويتبين مدى ضلوع إيران فيها على نحو مباشر وغير مباشر من خلال حزب الله اللبناني تحديداً، ولن تكون نتائج الحرب أقل من محاصرة السعودية وفرض شروط إيران على منطقة الخليج، وساعتها سيجني النتائج الوخيمة أولئك الذين لا يريدون مواجهة الدور الإيراني على حقيقته كما يتجلى في لبنان والعراق وسوريا. بعيدا عن السياسة، وفي خبرنا اليوم حطم طائر يشبه المقاتلة النفاثة في هيئته الديناميكية الهوائية الرقم القياسي العالمي الخاص به في رحلة طيران من دون توقف بلغ طولها 8108 أميال، وغادر طائر البقويقة السلطانية المخطط الذيل الذي يحمل متعقبا صغيرا للأقمار الصناعية يعمل بالطاقة الشمسية أليسكا في 17 من أيلول الماضي، وحلق لمدة 239 ساعة تماما في رحلته الملحمية، وصل إلى أستراليا في 27 من أيلول، وكان الطائر متجها إلى أراضيه الصيفية في نيوزيلندا، لكن الرياح فوق المحيط الهادئ أجبرته على الالتفاف، وغادر الطائر أستراليا وحلق عبر بحر تاسمان. وفي العام الماضي حطم الطائر نفسه الرقم القياسي السابق الذي سجلته أنثى من نفس نوعه منذ 13 عاما، عندما حلقت 7500 ميل دون توقف من أليسكا إلى نيوزيلندا. أترككم الآن مع متابعة شيقة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.